السلام عليكم، معكم محمود من قناة روا لايف. كروت البنوك الروسية أو كروت البنوك عموما اسمها كارت، في مصر بندلعها بنقول عليها كارتة. أنا زمان أول مرة أتعامل مع كلمة كارتة دي، أول مرة أعرفها، كنت أعرف إن السواقين الميكروباصات بيعدوا على حتة أو حد بلطجي كده بيجمع منهم عمولة ولا إتاوة ويقول لهم إيه دي كارتة. فكارتة هي مفهوم عندي، هي الكارتة هي دي يعني الفلوس الإتاوة، لكن إن الكارت بتاع البنك يبقى اسمه كارتة دي جديدة عليا، بس هي تدليع للكلمة يعني. ده واحد. اتنين، لما تيجي مسافر بيبقى بيديك بطاقة صعود، باللغة العربية اسمها بطاقة صعود. عرفت ان في مصريين بيدلعوها بيسموها تذكرة، ممكن هي تذكرة يعني. التذكرة هي بتبقى كتذكرة بتذكرك ان فيها البيانات، التاريخ، الاسم، الحاجات دي، وممكن يبقى اسمها تذكرة، لكن هو الاصح ان تذكرة الطيران هي تذكرة طيران، ودي بطاقة صعود فقط. في ناس كتيرة في العالم كله بتسميها بوردينج، في ناس كتيرة في العالم كله بيسموها، لا مش في العالم كله يعني، خلاص خلينا بوردينج كارد او بوردينج وخلاص. في ناس في روسيا بيسموها باساتشكا، او بيسموها طالون. طبعا طالون ده زي تذكرة عندنا، طالون ده ايصال او حاجة او تذكرة يعني، بس تذكرة بالروسي معناها بيليت، بيليت وباساتشكا دي حاجة تانية خالص. هو المفروض اسمه باساتشني طالون، فانت يا تقول طالون يا تقول باساتشني، لكن حاجة تالتة بيليت او كده دي غلط خالص. فانا بقولها يعني بكافة الطرق يعني، اسمها بوردينج باس، بطاقة صعود. في ناس بيسموها الباس يعني، دي برضو كنت عايز اقولها، الناس تقولها، ما علينا يفهموها غلط. المهم فهي دي المعاني كلها بتاعت الكلمة بتاعت كارد والباساتشني كارد او باساتشكا يعني، الناس بتسميها اسماء مختلفة. في روسيا اي حاجة تتدلع يعملوا لها تشكا في الاخر يعني، انت مثلا اسمك علي يقول لك علي تشكا، حاجه كده يعني، او اليو تشكا يعني، هي تشكا دي اللي في الاخر بتبقى تصغير او تدليع للحاجه. فخلينا في الاسم الصح، باساتشني طالون وخلاص. دي كانت بس المعلومتين الصغيرين اللي حبيت اكد عليهم، وما تيجوا تدخوا معايا. القط هنا يرد الروح خير. لو في أسئلة بخصوص الكلام اللي أنا قلته النهاردة أو تعليق أو تصحيح لمعلومة أنا قلتها غلط، اكتبولي في الكومنتات. شكرا لكم، في حفظ الله، السلام عليكم.